فدان العيلة. أيوة أنت مش قليل، إحنا منك وعلينا ميت. عروضنا غير أي حد وأكتر ما أنت متخيل. اضمن وظيفة ابنك في ملكه ولم شمل العيلة في فدان العيلة بأقل سعر وأقل مقدم وأطول فترة سداد. مقدم 35,000 وقسط شهري 500 جنيه على 100 شهر. أفرولاند في جميع أنحاء مصر، ولما تختار يبقى اختار الأصل. على كتافي تخافي ازاي وانا موجود، هنفرش كل شبر ورود، على كتافي هنزرع بكرة بالأحلام. الأرض مسجلة بضمان أفرولاند لإدارة المشروعات. تعال نبني عشان ابنك وابني. أفرولاند إدارة تسويق تنمية. هتزرع كذا مليون، هنصمم عالحلم ونوصل، وطريقنا اللي ابتدى راح يكمل بالصبر هيحلى وهيهون. يا رب بفضلك قدرنا وعلى كل العقبات تنصرنا، والصحراء الصفراء تخضرا وساعدنا بإيدنا نطورا. بسم الله على الله توكل، مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من سيزرع المليون. الحقيقة النهاردة حلقة مميزة جدا، خاصة أن احنا بنتكلم في موضوع مهم، وهو حديث واهتمام العالم خلال الفترة الماضية وخلال الفترة اللي جاية. موضوعنا النهاردة عن الزراعة العضوية النظيفة. العالم كله اتجه لهذه الزراعة، وفي مصر كمان كان في اتجاه، مش بس على المستوى الحكومي اللي ربما يكون ضعيف، لكن كان على المستوى الوطني والمستوى الشعبي. وكان في عالم مصري وهو الدكتور محمد فتحي سالم تبنى هذه الاستراتيجية أو هذه المبادرة، ونشر تجربة الزراعة العضوية في مختلف محافظات مصر، وده كان من خلال تجارب حقلية في حقول إرشادية للمزارعين سواء في محافظات وجه إبلي أو محافظات وجه بحري. وهذه التجارب حققت نتائج هائلة جدا، سواء في جودة المنتج، سواء في الإنتاج نفسه، سواء في التكلفة مقارنة بالتكلفة الكيماوي. وكانت هذه المنتجات الخاصة بالسماد الحيوي مش بس على مستوى المحاصيل الزراعية، لكن كمان امتدت لمحلول حيوي للثروة الحيوانية والثروة الداجنة، وكانت نتائجه هائلة جدا على مزارع الثروة الحيوانية والداجنة. وده صورناه ووثقناه في برنامج من سيزرع المليون من مختلف المحافظات الجمهورية، سواء في الصعيد سواء في وجه بحري، خاصة محافظات الدلتا. النهاردة معنا في برنامج من سيزرع المليون، وده الحقيقة بيسعدنا، دكتور محمد فتحي سالم أستاذ الزراعة الحيوية بجامعة السادات. دكتور محمد أهلا بحضرتك. وشرف لي. كمان معنا الدكتور هشام صلاح، وهو أحد الجنود الحقيقة اللي بتشتغل
او الجوكر في شركه توريال جرين تكنولوجي للرئيس مجلس ادارتها الدكتور محمد حسال. اهلا بحضرتكم في برنامج مانسا أزرع مليون. الحقيقه النهارده دكتور محمد هنبدا بحضرتك، احنا عاوزين نعرف يعني مصر في الزراعه العضويه، حضرتك بتحاول من فتره كبيره جدا واحنا في البرنامج متبنين مبادره حضرتك وبنسعى ان احنا ننشر ده على المستوى الإعلامي، خاصة أن المواضيع دي لا تلقى اهتمام كبير في الإعلام المصري. الزراعة العضوية، إحنا وصلنا مصر وصلت لفين وموقعها إيه في الزراعة العضوية؟ بحييك أنت وفريق الإعداد شعبان بيه على الـ على الـ على اختيار الموضوع، وشرف لي أن يبقى مع حضرتك النهاردة. العالم كله يتكلم على الزراعة العضوية، أن ده الترند المطلوب عالميا، أن الإنسان يرجع تاني يأكل أكل هيلث فود. تعالى اقول لك الاحصاءات العالميه تقول ان مصر فيها المساحات المسجله عضويا من 1.4 ل 1.6، اعتبرها 1.5% من المساحه المزرعه في مصر مساحات زراعه عضويه. للاسف المساحات الزراعه العضويه 1.5% دي كلها زراعات تصديريه. يعني المواطن المصري انا وانت ولادنا والاجيال اللي موجوده ما تاكلش منها. الهدف عندنا هنا في رويال جرين تكنولوجي ننشر فهم مفهوم الزراعات العضويه بالستاندر، بالمعايير، بالتطبيقات، بالوعي، بننشط وعي الفلاح والمستثمر الزراعي ازاي ينتج اكل اورجانيك او زراعات عضويه اورجانيك صالحه للتصدير، والقبل منها ان المواطن المصري ياكل منها. ايه مشاكلنا في الزراعه العضويه على مستوى العالم كله؟ قد نكون احنا الحمد لله تميزنا بيها هنا باعتراف حتى الاجانب في مصر، ان الزراعه العضويه كمستلزمات زراعيه اغلى من الزراعه الكيماويه، وبالتالي هي ما تناسبش المزارع البسيط ابو قراط وقراطين وفدان وفدانين. اللي عملناه هنا ان احنا بسطنا العلم ده قوي ونشرناه في نجوع وقرى مصر، بحيث ان كل محافظه يبقى فيها قرى وفلاحين ارشاديين وحقول ارشاديه الفلاحين يخطوا بيهم. السنه دي مثلا تحديدا احنا مركزين في رويال جرين تكنولوجي على ثلاث محاصيل كبار. الفراوله لانه محصول تصديري كبير جدا، ومصر من الدول اكبر دول العالم في تصدير الرابعه في الترتيب للسادس. بنحاول ننقل الناس من زراعه كيماويه ومن جلوبة الجاب لزراعه اورجانيك، وبالتالي يبقى الفدان يعمل مكسب للمزارع ما يقرب 150 ل 180 الف جنيه، بس بشرط يكون زراعات اورجانيك خاليه من متقاطع المبيدات، من اول تعقيم التربه بتقنيه احنا متميزين بها اسمها انوفيتيف باي فوميجيشن، تعقيم التربه بطريقه مبتكره الاسبان بتبعها دلوقتي بناء عن تشريعاتنا احنا في مصر هنا. بعدها رحنا لمحصول الخرشوف، وزي ما قلت حضرتك قبل الهوا مصر تعتبر ماكرو من حوالي 20% من الانتاج العالمي من الخرشوف، ورا الايطاليين ورا الاسبان. بس احنا مستهدفين ان نخلي المستوى الثاني في الكميه، بس في البند التجاري، لان ده شريك اللي بيستهلكه اكتر ناس دول استهلاك الخرشوف بالترتيب كده، الاسبان الفرنساويين الايطاليين بالترتيب كده. سهل قوي الاسبان ياخد من فرنسي، وسهل قوي ياخد من ايطالي، بس بالنسبه له الشيبنج من مصر مشوار كبير قوي، على شرط ان العماله في الدول الاوروبيه اغلى كتير جدا من مصر. فتعالى اقول لك ان احنا عندنا في محافظه البحيره بس تحديدا 45000 فدان خرشوف. 45000 فدان خرشوف. ال 45000 فدان خرشوف اللي هم كلهم جلوب الجاب، وقد يكونوا زراعه تقليديه مش عارفين نصدر منهم اللي مطلوب من مصر. مطلوب مصر تسد الفجوه 60%، احنا 20% من الانتاج العالمي. ركز في الكلام، 20% من الانتاج، بس الفجوه اللي مطلوبه عندنا المفروض نغطي استهلاك الاتحاد الاوروبي 60% قبل تركيا وقبل اي دوله ثانيه. وعندنا مزارعين بقى لهم 40 45 سنه بيزرعوا خرشوف اكبر عن جدا. يعني خد بال حضرتك، الخرشوف لما دخل في مصر من 1956 من ايام احتلال الانجليزي اكبر عن جدا، داخل 60 70 سنه، فبقى عندنا اجيال هي متوازنه خرشوف، بس ما تعرفش ايه يعني ايه زراعه عضويه في الخرشوف. كل ده يعني احنا بنزرع المساحه الكبيره دي وما بنصدرش بره في الخارج. ما بنصدرش، وبالتالي الفلاح مش عارف يمسك سعر كويس فيه. الثانيه عندنا مشاكل زراعيه في الخرشوف، ما لناش برنامج تسميد من وزاره الزراعه. ما لناش برنامج سماديه محترم، ما لناش برنامج مكافحه امراض. طب التوازي بقى في الاورجانيك، لازم يكون عندنا تشريعات مكون زراعه عضويه نقول للمزارع تعمل ايه في الخرشوف، بيتزرع اورجانيك خرشوف يعمل 1 2 3 4. والتكاليف لازم تكون اقل من الكيماوي، لو قد الكيماوي او ازيد مش الفلاح مش هيتبعك. مش عملنا كده في الخرشوف، عملنا كده في الفراوله، وعملنا كده في الجوافه. طب الخرشوف عملنا قد ايه المساحه التجربه اللي كانت؟ المساحه اللي عندنا السنه دي تتعدى 130 140 فدان.
على مستوى مراكز البحيره وخاصه مركز كفر الدوار. فالفلاحين دلوقتي طبقوا كلهم دلوقتي داخلين على مكرو 4000 ل 5000 فدان. الفلاحين اما شافوا التجربه عايزين من نص الموسم ينقل. بس طب احنا قبل ما نتكلم في نقطه الانتاج في الخرشوف مقارنه بالتقليدي نتكلم مع الدكتور هشام على نقطه مهمه على مدى انتشار فكره الزراعه العضويه من خلال شركه رويال جرين تكنولوجي. هو طبعا قبل ما نشتغل في الزراعه الحيويه لازم ان احنا نطبقها كويس. فزي ما الدكتور محمد قال من شويه ان احنا عاملين فكره او ابتكار ان انت تعمل منتج اورجانيك تكلفته اقل من الكيماوي. طب عشان نوصل للمعيار ده او المستوى ده لازم بمر بمراحل ان المزارع او الفلاح لازم يعرف يعني ايه زراعه حيويه او زراعه اورجانيك الاول. رقم اثنين التطبيق الجيد للمنتجات الحيويه او السماد الحيوي لان تطبيق 50% من نجاح طبعا الابتكار. بندي دورات للمزارعين والمستثمرين على طول الدعم الفني تقريبا تقريبا على طول شغال معاهم عندنا في الاداره في المكتب الناس بتتعلم يعني ايه زراعه حيويه ازاي بيبتدي الاول من معالجه الماده العضويه ثم البرنامج ثم الوقت فترة الزراعة ثم الحصاد. فالفترات دي كلها بنتابع مع المزارع خطوة بخطوة بحيث ان احنا نوصل للمعيار اللي احنا عاوزينه ان احنا نعمل منتج صحي وآمن ونظيف. طب دكتور محمد هو نقطة مهمة قبل ما ندخل في المحاصيل الثلاثة اللي حضرتك اتكلمت منهم وايه دور او وظيفة نوفا بلس ونوفا كي في المحاصيل الزراعية؟ ايه الدور الحيوي والعلمي اللي بيقوموا بيه في النبات؟ وده كل الناس يعني الناس ده بتسال على ده، ايه دور نوفا بلس ونوفا كي في النبات اللي بيخليه يزود الانتاجيه بيواجه امراض بيواجه طقس سيء؟ بإجازة خالص عمان بيه عايز اوضح لناس معلومه مهمه قوي. الناس فاهمه التغذيه في مصر تغذيه نبات. الزراعه الاورجانيك تغذيه تربه. مفهوم ديفينيشن مختلف تماما يعني. عامله زي حضرتك ببساطه خالص ام هتولد انا اغذي الام ولا اغذي الجنين اللي اتولد ده؟ لا اغذي الام عشان تديني بيبي هيلثي سليم يعني. الزراعه عضويه كده عندي فرتايل سويل تربه خصبه جدا. معايير خصوبه التربه دي اربع كاتيجوري اربع اقسام كبار. تربه كونفيرسا تقليديه، تربه فيها تشريعات جلوبال جاب، تربه بنسميها بايوديناميك، وتربه اورجانيكيه. الاورجانيك دي معناها ان انا ارض خصبه جدا فاي محصول احطه فيه اوصل اعلى انتاجيه. الناس في مصر بتتعامل لغايه النهارده استاذ شعبان مع الكيماوي كم واحد ازوت يبقى كم واحد يوريا كم كيلو يوريا نترات، كم وحده فوسفور يبقى كم واحد كم كيلو سوبر فوسفات، كم وحده بوتاسيوم يبقى كم كيلو سوبر سلفات بوتاسيوم. الزراعه العضويه مش كده خالص. الزراعه العضويه تربه خصبه فيها كل عناصر السماديه دي، ما يكون من 16 عنصر سمادي موجودين بيبقى فيها تريس اليمنت. طب هل نقدر نعمل ده بمادة عضوية ومخلفات زراعية ونرفع خصوبة التربة دي؟ ده اللي عاملينه في رويال جرين تكنولوجي. بنعلم المزارع من الأول المدخلات الزراعية بتاعته اللي فيها مطبقات مبيدات واللي فيها مضادات حيوية من مخلفات الدواجن ومن روث الدواجن ومن سبلة الدواجن ومخلفات الحيوانات فيها أيفوماك وفيها مطبقات بارازيتس مختلفة. هل ممكن أعمل لها بايو ريميديشن إصلاح بيئي وأضيفها في التربة قبل ما أضيفها؟ علمنا المزارعين كده. يعني نعمل كمان للمواد دي اصلاح قبل ما نضيفها من اول علشان ما يكونش فيها المواد. ودكتور هشام والمكتب الفني بذل في دي قصه كبيره جدا ازاي المزارع يضيف 30 متر كومبوست معالج في ارضه قبل ما نزرع. فيعالجه ازاي؟ طريقه المعالجه ازاي؟ يعالج سبله المواشي ازاي؟ سبله الدواجن ازاي؟ سبله السير ازاي؟ دي كلها قانون، ده قانون تشريعات ربنا عاملينها. عملنا حاجه موازيه ليها في مصر بتناسب مكانه المزارع المصري. الثانيه معدلات تسميد النوفا بلس في محصول زي الخرشوف غير الفراوله غير الجوافه غير البطاطس غير كده. كل محصول معاملات كل محصول له برامجه المختلفه. الثانيه انت حضرتك وانت بتكلمني انا جاي لي جراف هنا دلوقتي موجود هنا. دول اعلى ثلاث دول في العالم دي ايطاليا. اخر 15 سنه عملت ايه في الخرشوف؟ ممكن اوجهها للشاشه بس. اهي. تمام؟ دي ايطاليا. انا هممني مصر. ليك تتخيل بالكارثه اللي احنا واقفين فيها في مصر. الايطاليين يبيعوا طن الخرشوف ب 1350 يورو. مصر بتبيع طن الخرشوف طن نفس الطن. ايوه احنا بنبيع ب 320 يورو، هم يبيعوا 1350 يورو ايطاليين. حوالي اربع خمس اضعافهم. ليه؟ ان الايطاليين تفوقوا وهم اكتر دوله منتجه خرشوف في اوروبا.
يعني بنيجي نقارن دي على مدى ايه اخر 15 سنه طالعين ماسكين السوق. طب هل عندنا حلم هنا؟ يبقى الخرشوف ده انا عندي حلم كده محافظه البحيره دي يبقى فيها حاجه اسمها هب عالمي, يعني بورصه الخرشوف في مصر تنطلق من البحيره. ونعلم كفر الدوار كلها مزعيب كفر الدوار, هل ممكن نعمل محطات تصدير ونشجع قطاع المستثمرين وشركات تصدير؟ تعالوا يا جماعه اقعدوا في البحيره وهنتجوا الثمره اللي الاوروبيين عايزينها, فبدل ما تبيع الطن ب 350 يورو تعالى بيعه ب 1300 يورو يكسب والمزارع يكسب. صحيح. انا هدي حضرتك مثال حالا دلوقتي حي على السوق المحلي في مصر للخرشوف. الخرشوف الشعماني يتعامل بالحبايه بالثمره, يعني الثمره تروح ثمنها من 3 ل 5 جنيه, الثمار الجيده ب 5 جنيه, الثمار العاديه ب 3 جنيه, نهايه الموسم الثمره ب 80 قرش. الايطاليين عندهم على اخر 12 سنه السعر فيكسد برايس ثابت, فالمزارع الايطالي عارف هيزرع ايه ويصدر بكام لفرنسا ويصرف كام ويكسب كام ويكسب كام. احنا ما عندناش كده للاسف, يعني ليه؟ لان احنا ما عندناش قانون ينظم زراعه عضويه في مصر. ده دور علينا كبير جدا, وانا دايما اقول للناس بس في قانون صدر وتم التصديق عليه ملوش لائحه تنفيذيه, ما هو قانون تنفيذيه قانون الشعبان لازم يكون له لائحه تنفيذيه عشان الناس تبتدي تشتغل فيه. انا هدي حضرتك مثال في مصر, هديك حالا في مصر ايه فرق, شوف الجراف كده اهو, ده في مصر مصر ايه اهي انا جايبها الايش, عندنا ترنح في الانتاج حالا اهو لو الكاميرا تجيبها مش ثابت الانتاج مش ثابت. صحيح. لان ما عندناش سياسه نقول والله كل سنه السيدي فيز احنا ممكن نزيد 10% في الانتاج. تمام. الجزء الثاني وده مهم, اما بنعلم المزارعين عملنا ده في الفراوله نفس الكلام. الفراوله فيها محافظتين كبار القليوبيه والبحيره, المزارعين ما عرفوش يعني ايه اورجانيك برودكشن في الاستروبيري في فراوله, ما عرفش هو عايز حد يعلمه. دكتور هشام والمجموعه عندنا في المكتب الفني عاملين دور كبير جدا ان يعلموا المزارعين ازاي ننتج اورجانيك برودكشن, ويا ريت فريق الاعداد يعرض الصور بتاع الفراوله والفيديوهات مثلا في القلوبيه وفي البحيره, ونفسي انتوا تصوروا المزارعين دول لايف برضه ان شاء الله. هتلاقي مزارع يقول لك انا كنت بجمع في الاسبوع ما ياكل من حوالي 30 برنيكه, النهارده بجمع 160 برنيكه فراوله. طب قبل ما نخش في الفراوله الخرشوف, عاوزين التجربه اللي حضرتك كانت على 130 فدان تقريبا نتائجها ايه مقارنه بالزراعه العاديه علشان الناس تفهم؟ المزارعين كانوا انتاجيه قد ايه؟ كان المزارعين ده متعارف عليه في كفر الدوار, لو حضرتك سالت على القصه دي, المزارعين يزرعوا الخرشوف وما ياكلوش, عارفين السموم اللي فيه. فيقول لا احنا مش عايزين ناكله, وما ياكلوا يتعبوا صحيا. ده قابلنا كتير قوي القصه دي. طب ايه اللي عملناه؟ بدينا الارض من اول الزراعه, ف 100% من الخرشوف اللي زرع نجح جدا في الانتاج. الثانيه المحصول بيجيب متوسط 25,000 كوس ما شاء الله ثمره 25,000. احنا عندنا بقى ما ياكلوا بحوالي 48 ل 50,000 كوس, ضعف الانتاجيه. والكيزان بستاندر حلو قوي, نفس فريق الاعداد يعرضوها اللايف يكون تنزل, يعني بتاع خرشوف تنزل. هتلاقي عندنا ثمار مميزه حجما, وشكل الثمار دي مقاومه للامراض, وازاي زي ما تشحن اوروبا توصل بنفس المواصفات المزروعه هنا. بنحاول نمعظم بقى ده في المساحه الكبيره جدا في خرشوف, فضعفنا الانتاجيه. فبدل ما كان الفدان بينباع باراوند 75,000, فدان النهارده خرشوف بتاعنا بقى بيباع ب 150,000, فضعف الانتاجيه بالسوق المحلي كمان. تمام. اللي لو صدر بقى الفدان يعدي ال 200-220,000 جنيه يعدي. وده كله في قديه شعبان ما ياكل بالخمس شهور. طب ليه احنا ليه ما نكملش خطوه كمان ونصدر؟ بنعمل ده دلوقتي السنه دي, جبنا ما تعرفنا على مستوى الاوروبيين بقى الشركات الاوروبيه, بقت الشركات الايطاليه دي اللي راسلنا احنا, تراسل رويال. يعني ده انا عايز اشوف لك بشره, يعني احنا عندنا مثلا واخدين اول كميه 30 طن جوفه تصدير, لسه واخدينهم يوم السبت اللي جاي بعد بكره. اول 30 يعني ده خبر ده تجربه رشيد. تجربه رشيد. ناخد 30 طن تصدير لاحدى كبرى الشركات في مصر تصدرها, لانها خاليه من زبده الفاكهه دي, عاجبه الاجانب جدا. والقصه دي بيديرها الدكتور هشام ومعاه مجموعه في قطاع اللوجيستي, ازاي نوفر ثمر اوروبيين شيلف لايف 21 يوم. الثمره دي ما تكرمش, ما تبصي تعبانين جدا في تكنيكال عشان نعمل تصدير الجوافه, صعب جدا في مصر يعني. وفي التوقيت ده كمان, لان عندنا اللي بينافسنا في الجوافه خد بالك ايه, الهند وباكستان وتايلاند والصين, فما فيش دوله شركه اوسطيه. يعني ما زال انا بشجع بقول المزارعين في مصر بتوع الجوافه, عندكم فرصة ذهبية لدخول السوق الأوروبي, إن مفيش ولا دولة شرق أوسطية من هنا للمغرب بتنافسنا. صحيح. ولا إسرائيل تنافسنا. صحيح. في الجوافة المصرية. ومطلوبة, بس تعالوا بقى الطن الجوافة ما يوازي 3000 4000 يورو بره في أوروبا بأي مواصفة. هتحط مطبقات مبيدات كلها أنت, كل كيلو ب 4 جنيه و5 جنيه هنا. كيلو جوافة المفروض تصدير من 15 ل 22 جنيه بمواصفة,
بقانون بتصندر بتربه بمعايير. فتعالى لما تعالى 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 نعمل ده ونعمل لمصر حتى مصداقيه عند الاجانب تاني. انا عايز نفسي كده، نفسي مصر ثلاث حاجات دول. انا لسه كنت بتكلم مع طارق هشام، لو عندنا ما يقرب من حوالي بس 600,000 فدان من جوافه، المساحه عندنا في المزارعه في البحيره 130,000 فدان، الاليوبيه ما يقرب حوالي 60,000 فدان، فعندنا 180,000 فدان جوافه احنا بناكلها. احنا ما لناش قيمه تصديريه، قيمه تسويقيه جامده جدا في الجوافه. الارتشوك او الخرشوف، المساحات المزرعه بارقام وزاره الزراعه من 40 45,000 فدان ارتشوك خرشوف. بس بنصدر منه قد ايه؟ ولا حاجه. 600 فدان، 500 فدان، 400 فدان، من اصل 45 فدان مزرعين بيلطموا هناك في البحيره. صحيح. ما عايزين حد ياخد بايديهم. بس احنا ممكن بنصدر فراوله، لكن الخرشوف لا، خرشوف لا لا، الفراوله حتى لا. اتفضل. معانا بس فوزي من المنوفيه. استاذ فوزي. استاذ فوزي ممكن تسمعنا بس لو سمحت؟ السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. بالنبي لو سمحت، انا زرع شويه فراوله وفيها افروز. تمام. طيب الحل ايه في الافروز ده؟ ارش بيه. حضرتك منين يا استاذ فوزي؟ من منوفيه، ما كانش مو. عشان انت حضرتك منوفي او انا عشان انت منوفي. واتصلت ببرنامج العلاج مجانا من رويال جرين تكنولوجي. الله يكرمك. والله بجد طالما انت منوفي يعني. ليه يا دكتور؟ الناس هتبقى المحافظات هتزعل كده. لان ده بلدياتنا يعني. مشكورا، نسيب حضرتك مع فريق الاعداد وهنخلي حد من الدعم الفني عندنا يتواصل معاك يوم السبت وينزلوا لك، ينزلوا يعينوا الحقل ويقول لك نعمل ايه. الله يبارك فيك. وخد رقم. يعني خد حاجه تقويها برضه. قول تاني. حاجه تغذيها كده يعني. ايوه يا فندم. ايوه ايوه ايوه. خد رقم طول هشام صلاح من الاعداد واطلبه بعد الساعه 10. والارقام موجوده على الشاشه يعني دكتور، الارقام موجوده كمان على الشاشه. شكرا، شكرا جزيلا حاج فوزي. معانا كمان الاستاذ احمد من كفر الشيخ. استاذ احمد. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. لو سمحت انا يعني بقول يعني الخرشوف ده ينفع يتزرع في اي ارض؟ يعني مثلا ارض سمراء مش رمله ممكن يتزرع فيها؟ اه طبعا يا فندم طبعا. انت عندك قصه نجاح في كفر الشيخ وهنوصلك بفريق الدعم الفني في كفر الشيخ بحيث تشوف معاهم الاراضي هناك اللي موجود دلوقتي حالا، برسيم موجود، قمح. وانت موجود. هو منين من كفر الشيخ؟ منين الاول من كفر الشيخ؟ من دسوق. من دسوق. هنوصلك بمهندس الدعم الفني، مهندس جاء حلاوه هناك، وتنزل معاه تشوف الحقول الارشاديه بتاعتنا هناك، عندنا هناك في كفر الشيخ يعني قصص نجاح حلوه جدا. تمام. احنا يعني بس بنستفسر، يعني احنا بنستفسر فكره يا فندم الاول عشان نشوف مثلا حال، يعني احنا لان الارض اللي هنا بتزرع دايما قمح، رز، برسيم، يعني كده وخلاص يعني. فهل تصلح الخرشوف يا دكتور؟ تصلح زراعه الخرشوف؟ لازم بنعمل يا باشمهندس لو عايز تتكلم عن الخرشوف لازم نعمل تحليل التربه الاول وميه كمان الاثنين، واقول لحضرتك وتيجي معانا تتدرب على زراعه الخرشوف في محافظه البحيره. لا احنا بنعمل تحاول حاجه اسمها التكنولوجيا ترانسفير، نقل التكنولوجيا، تيجي تتعلم من مزارعين البحيره انهم ابا عن جدا بتوع خرشوف، وبنعمل تحاليل تربه وميه ونقول لك البرنامج التسميه تمشي عليه وبنتابعك فنيا. تمام. والارقام موجوده كمان استاذ احمد على الشاشه، تتواصل يعني بعد الهواء مع الدكتور محمد والفريق، وان شاء الله كل الاسئله بتاعت حضرتك يتم الاجابه عليها. شكرا جزيلا استاذ احمد من كفر الشيخ. طب احنا نروح للدكتور هشام. دكتور هشام، الدكتور اتكلم على حاجات مهمه جدا تخص التواصل مع المزارعين في المعاملات الفنيه المختلفه. فدور حضرتك والفريق الفني في التعامل مع المزارع والدعم الفني ليه، وسواء في البرامج الخاصه بكل زراعه مختلفه عن الثانيه فيما يتعلق بالعمل، برامج التسميد، برامج الري، ده كله ايه؟ عاوزين نعرف اكتر عن هذه التفاصيل. طبعا انا اتكلمت في الاول، قلت في نقاط يعني، لكن ممكن نقول بتفصيل سريع يعني. اي ارض بنشتغل فيها لازم بنشوف تحليل التربه وتحليل الميه. تمام. غالبا في الاراضي الجديده. الدكتور قال دلوقتي. تمام. رقم اثنين، كل ارض بتحتاج ماده عضويه من 30 ل 40 متر، ماده عضويه بنعالج الماده العضويه ديت عشان في عندنا بذور حشائش في مشاكل فيها، في عنده مضادات حيويه نازله في المخلفات المواشي او الدواجن، دي برضو بتعمل مشكله في استخدام الاسمده الحيويه.
بحافظ على الوحدات الأزوتية أو النيتروجين الموجود في المادة العضوية، لأن أكثر من 40 60% من الوحدات الأزوتية بتطير بتتبخر على هيئة نيتروجين أمونيومي، فإحنا بنحول الأمونيوم إلى نتراتي بتقنية ممكن نشرحها للناس فيما بعد يعني. كمان ساعات في بعض المواد المادة العضوية بيبقى فيه مشاكل نيماتودة، والنيماتودة دي تعتبر من أخطر المشاكل اللي بتقابل المزارعين في مصر، دي تعتبر بتدمر المحصول في مصر يعني سواء أشجار أو محاصيل. ده بالنسبة لمعالجة المادة العضوية. بندخل بعد كده للبرنامج. كل أرض كل بتعتبر لها بصمة خاصة بالأرض دي. الأرض دي بتبقى الأرض عندك مثلا أنت أرضك غير أرض جارك، الأرض الصحراوية غير الأرض الطينية. بيبقى في برنامج عام، لكن كل أرض لها التفصيلة بتاعتها. ده على التحاليل اللي انتوا بتعملوها بالظبط، ده دور التحليل اللي احنا بنعمله. فكل ارض بنوفر لها الاحتياجات السماديه المطلوبه، سواء اسمده حيويه، سواء عناصر صغر عناصر كبرى، الحاجات دي كلها مضافه في الماده العضويه ومضافه في السماد الحيوي. واراضي برضو من حيث ثقافه الشغل المتصل ده ايه تمام، مختلف تماما من الاراضي المنوفيه له احتياجات سماديه. انتوا شايفين ده بيتابع معاه مختلفه عن اي جدا جدا. دهليه، دمياط، كل محافظه، كل برامج السماديه دي عاملين يعني مش خارج. اي حد، مش اي حد يجيب سماد حيوي. لا لا لا، عاملين خارج السماديه زي ما قلت من شويه، ده سر نجاحنا. فقلت من شويه ان احنا التطبيق ده اهم، ده حاجه مهمه جدا ان احنا نطبق كويس. فمن خلال الفريق الدعم الفني اللي عندنا، من خلال متابعه المزارعين، ومن خلال متابعه كل محصول سواء بالاتصال بالتليفون او بالحضور في مقر الاداره، بحيث ان احنا نوصل لمنتج مزروع بطريقه كويسه. الفلاح نفسه يحس ان في عنده مردود، لان الفلاح في مصر لو شاف ان هو الحيوي اقل من الكيماوي مش هيشتغل. صحيح. ما عندوش حته ان هو يقول ده اصل ده اورجانيك. واحده واحده بدا الوعي يزيد دلوقتي عن الاول. لكن هو برضو اي حد يهم ان هو يكسب. صحيح. فاحنا برضو بنوفر من خلال المدخلات الزراعيه، بنوفر التكلفه، بنعظم في الانتاج، فكل ده بيبقى مردوده كويس على المزارع، وبيحس بقيمه التكنولوجيا او الابتكار اللي احنا شغالين بيه يعني. حقيقي. طب دكتور، هو اتكلم على نقطه مهمه جدا، ازاي احنا كشركه رويال جرين او كدكتور محمد فتحي سالم وفريق عمل قدرنا نحقق المعادله الخاصه بانتاج اكبر وتكاليف اقل، رغم ان بره المعادله الصعبه، رغم ان بره مصر معروف في اي دوله في اوروبيه، حتى الدول الاوروبيه وامريكا، ان الزراعه الاورجانيك مكلفه اكتر عن الزراعه التقليديه، فازاي احنا حققنا المعادله الصعبه؟ عملنا خريطه سماديه وشعبان 26 محافظه. يعني محافظه الوادي الجديد طبيعه اراضي فيها مختلفه تماما عن اراضي المنوفيه واراضي كفر الشيخ. يبقى برامج التسميد اللي خاصه بمحافظه الوادي الجديد مختلفه تماما عن برامج سماديه في الواحات البحريه الداخله والخارجه، غير الواحات البحريه المنوفيه، غير الدقهليه، غير اسوان، غير كومومبو، غير ادفو. كل المحافظات تلاقي دكتور هشام دايما مهتم، والتيم عندنا لما حد عميل يتكلم محافظه ايه يقول محافظه اسوان، يبقى اوتوماتيك هيروح لبرامج السماديه بتاع محافظه اسوان. وحاجه اسمها دلوقتي اكيد انت حضرتك بتشوفها انت في الزراعه، موضوع التغير المناخي، الاجهاد الحراري في محافظه اسوان غير الاجهاد الحراري والستريس الحراري في محافظه الدلتا، والصقيع غير هنا. الثانيه انا دايما اقول للناس عندنا، لا هدي حضرتك مثال باي ذا واي، حالا دلوقتي المحاصيل الحلويات والزيتون كمان عدد ساعات البروده اللي خدوها ما يكون من 25% بس من احتياجاتهم. حقيقي دي كارثه. فعندنا نبهنا في البرنامج فعندنا عندنا بقى هنواجه كارثه كبيره قوي لو ما اشتغلناش حيوي بمقارنه بالكيماوي. هتلاقي مش هنبقى بالكيماوي مفيش محصول زيتون، مفيش محصول حلويات، مفيش مشمش، مفيش تفاح، مفيش برقوق، مش هيبقى في تسجيل ولا في عقد. بنعمل ايه من دلوقتي؟ المفروض دور العلم الحديث يعمل ايه؟ شايف مستشرف المستقبل جاي ازاي؟ فبنعمل من دلوقتي برامج سماديه برش ورقي بالنوفاكي عشان نكسر طول السكون عشان نقعد على ساعات البروده. ونخلي النبات كانه خد كولد ستريس، وده نوهاو كبير جدا في الاسمده الحيويه. حد شويه شايفه لسه، حد شويه على ما الناس تفهمه في مصر 10 سنين. بس عندنا مزارعين زي بتوع الخرشوف كده دلوقتي، لما يجي يتكلم بتاع حد الخرشوف يقول لك انا مش رايح على المحصول. قلت له هشام كان في القلوبيه من 3 ايام، انا نفسي تعملوا مداخله مع مهندس صالح، وراجل مهندس مخضرم يجي 70 سنه عمره 70 سنه وفراوله ابا عن جدا، يقول لك انا عمري ما جمعت فراوله بالكواليتي دي وبدون متوقعات. عايزين نتكلم على موضوع الفراوله ده كده في نقطه لوحده،
عن التسميد الحيوي لان محصول الفراولة من اهم واكبر المحاصيل الاقتصاديه في مصر. لكن معانا مداخله من الاستاذ جمال من الجيزه. استاذ جمال الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. دكتور محمد فتحي بعد اذنك عايزين نستفسر على السماد العضوي، بيقول لك نضيف له نوفا بلس او كيتا بلس، المتر بيضاف له قد ايه؟ المتر بيضاف له بعد اذنك بس، المتر لو سبله حيواني يا حاج بيضاف له 3 أيوة لتر. سبله حيواني لو سبله مواشي 3 لتر على المتر على 50 لتر ميه. لو سبله دواجن 3 متر بيضاف له بكام؟ 3 لتر على 50 لتر ميه، 3 لتر نوفا بلس على 50 لتر ميه للمتر المكعب. 3 متر على 50 على 50 لتر ميه، على 50 لتر ميه للمتر المكعب ده لو سبله مواشي. لو سبله دواجن 5 لتر على 50 لتر ميه للمتر المكعب. طب هل التخميره دي تقعد فتره معينه؟ 25 يوم يا حاج، 25 يوم مكموره قمر لا هوائي متغطيه زي السلاش كده، 25 يوم قبل ما نضيفها في الارض. يعني اقل حاجه 25 يوم. مينيموم 25 يوم، قبل لغايه 90 يوم بس. مينيموم مفيش مشاكل يعني ولا تبوظ مفعوله؟ لا عادي خالص، لو زادت عادي خالص افضل. سماد يعني البلدي نضيف الليكر نضيف لان غلط 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 يا عم جمال انك تضيف ماده عضويه بدون معالجه في الارض على طول. شكرا شكرا حاج جمال. معانا كمان الحاج عبد الباسط من اسنا بمحافظه الاقصر. حاج عبد الباسط اتفضل. حاج عبد الباسط سمعنا من التليفون لو سمحت، اتفضل. عليكم السلام. عليكم السلام وبركاته. انا بكلمك من زارع طماطم مقسمة على الصحراء وما بزرعش حاجه غيرها. تمام. السوق معانا ما فيش، ما جايبش حتى ايجار العربيات اللي بتشيل الطماطم، مش تكلفتها متوسط. انت جيت فدان عندك قد ايه يا عم عباسط؟ كميات كبيره بس ما فيش سوق. طيب حضرتك رشش المبيدات على الطماطم دي؟ كل حاجه زي الفل. ما عنديش حاجه وحشه. يعني في انتاج في اهو مشكله في الاسعار صح؟ الاسعار عايزين مصنع صلصه في اسنا تصدروا لنا الطماطم دي. خلاص طيب. ما هو في ما في مصنع، في مصنع تجفيف طماطم في الاقصر. ما فيش حاجه عندنا. طب احنا بعد الهواء هنوصلك بالمهندس محمود فوزي وهو رئيس الاداره المركزيه للبساتين وزاره الزراعه، وان شاء الله نحل المشكله دي. شكرا لحضرتك عبد الباسط. اتفضل. الفراوله بقى، يعني احنا عاوزين نتكلم على محصول الفراوله. وقلت ان كمان لو الاعداد زملائنا في الاعداد دخلونا المهندس صالح بعد كلام حضرتك. الفراوله هقول لك الارقام اللي موجوده في مصر قارن دلوقتي، احنا بنصدر من 40 ل 45 الف طن فريش ستروبري فراوله فريش. والفروزن او المجمده ما يقرب من 150 الف طن. تمام؟ مجموع الاثنين 180 150 الف طن. هل ممكن نصدر فراوله فريش؟ ده التحدي في مصر. يعني احنا في المصنع او في المجمد احنا بنصدر، احنا بنصدر دي خلاص ومتفوقين فيها. وبنصدر اوروبا كلها واسعار حلوه جدا وتنافسيه. بس انا بناشد الدكتور حسين منصور في جهاز سلامه الغذاء، بناشد وزير الزراعه في قانون الزراعه العضويه، لو عندنا فريش ستروبري الطن بمقام 4 من الكيماوي في السعر، الطن في السعر. وبالتالي الدوله تمسك عمله صعبه حلوه جدا، وناخد من ندي المزارع سعر عادل قوي. يعني نفس المشكله زي ما الجمال اتكلم في الطماطم دلوقتي، الفراوله عندنا كارثه دلوقتي حالا دلوقتي. مزارعي الفراوله مش عارف يبيع الطن ب 5000 كيلو ب 5 جنيه في الارض، مش عارف يبيع. وتكاليف الزراعه يبقى تصرف على الفدان 70 80000 جنيه ويجي له عائد 50000 يخسر. المزارعين بيعانوا من كده. طيب نرجع لبيت القصيد، هل لو طلعنا في الفراوله مايكروب من 30 ل 35 طن فراوله بدل 18 ل 25 طن، يعني نزود 10 طن في الانتاج حيوي، والسعر يتضاعف لما يقرب من سعر ثابت فيكسد برايس من 15 ل 18 جنيه طول الموسم. يعني طول الموسم بدل ما يطلع 5 جنيه يطلع كيلو ب 18 جنيه. فالكرتونه تفرق معاه، البنط يفرق معاه، كل خد بالك حضرتك الفراوله قايم عليها صناعات كتير قوي، صناعات بلاستيك، صناعات كرتون، لا على بكلمك على الصناعات الثانيه على الفريش قبل المصنع. طب هل مصر لو احنا صدرنا 100,000 طن فراوله فريش اللي هو ضعف الرقم العادي دلوقتي، نقدر ناخد مساحه من الاسبان؟ اكبر منافس لينا في الفراوله في اوروبا اسبانيا، منافس شرس وبمعايير. وطن الفراوله الاسباني غير طن الفراوله المصري في الاورجانيك، احنا ما عندناش دلوقتي سوق كبير. صحيح احنا بنصدر الجلوبال جاب بحد ادنى مطابقات مبيدات او طبقا التشريعات بتاع
الجلوبال جاب، بس ما عندناش مساحات فراوله اورجانيك في مصر سيرتيفايد الاوروبيين يعني رسميا الاوروبيين. لو انا متخيل لو مصر سجلت ما يقرب، احنا بنزرع فراوله في مصر ما يقرب حوالي 260 الف فدان. طب لو صدرنا 100، لو سجلنا 100 الف فدان بس نغزو الاوروبيين بشراسه. وتخيل ده لو اتعمل عن طريق واحد زي محترم زي محمود فوزي في وزاره الزراعه، اتخيل والتنسيق مع 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 مع, مع, مع وزاره التجاره والصناعه ومع غرف التجاريه في الدول الاوروبيه، اتخيل يبقى في منظومه للفراوله دي، ان محصول كشك اوروبي كبير قوي صحيح، ونعرف نتفوق على المغرب، نعرف نتفوق على اسرائيل. احنا مميزين فيه بالطبيعه يعني، لا مميزين، وطعم الفراوله عندنا فيه كمان، لا انا نفسي ذوق الحيوي بتاعنا باعتراف المزارعين. احنا كمان معانا المهندس صالح اهو يقول لنا على التجربه بتاعته. مهندس صالح. ايوه ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. اتفضل يا فندم، عاوزين حضرتك تكلمنا على تجربه زراعه الفراوله الخاصه بيك والمساحه والنتائج بتاعتها ومتابعه الدكتور محمد فتحي سالم ليكم. والله انا شفت البرنامج بتاع الدكتور محمد فتحي فحبيت ان انا ازرع فراوله اورجانيك. تمام. فحسب التعليمات بتاعته انا زرعت الارض بدون اسمده كيماويه ولا بدون مضادات. والحمد لله الانتاج ماشي كويس زيه بالظبط زي الاسمده الكيماويه. طب المساحه كانت قد ايه؟ نعم المساحه اللي انت زرعتها قدام في اي محافظه؟ نعم في اي محافظه؟ في اي محافظه؟ الاليوبيه. طب احكي لنا اكتر بقى على النتائج الخاصه بالتجربه بتاعتك والتكلفه مقارنه بالتكلفه الزراعه التقليديه بالكيماوي مقارنه بالتكلفه بالسماد الحيوي. هي بالنسبه لل طبعا التكلفه واحده في المبدئيه بتبدا بقى يبقى الفرق بين الاثنين من ناحيه المبيدات ومن ناحيه الاسمده. فالسماد العضوي يخس النص في التكلفه. والنتيجه ان انا هاخد منتج خالي من المبيدات والاسمده. والنتائج بقى في الانتاج؟ لا ممتاز. بشكر حضرتك جدا. التكاليف يا حاج صالح والشيلف لايف وفتره صلاحيه الثمار والطعم، ويهمني قوي موضوع التكاليف في الفراوله، ادينا كده مقارنه بين الزراعه الحيوي والفراوله والزراعه الكيماوي. يعني بالنسبه للطعم ممتاز. طعم ممتاز تمام. والشيلف والشيلف لايف بقى يعني فتره بقاء الثمره بعد الحصاد. بالنسبه للصلابه طبعا الجو لسه جو برد اليومين الايام اللي احنا فيها دي. لا لا يعني في الشبوره اللي فاتت دي كان عندك عفن ثمار؟ اكيد كان في. لا بس مش بنسبه ال مش زي الكيماوي مش زي جرانا. مش زي جرانا. اكثر من الاراضي الثانيه. تمام. بالنسبه للشبوره. تمام. طيب الثانيه بقى جوده المنتج وتكاليف الزراعه، يعني الفدان ده يكلفك قد ايه بالمقارنه بالكيماوي؟ يعني فدان الفراوله في الكيماوي كل سنه كان بيكلفك كام والسنه دي يكلفك كام؟ لحد انا ما تمتش السنه لسه. ايوه لغايه دلوقتي يا عم صالح. ايوه نفس الفتره دي انت زارع خمس فدادين، اربعه كيماوي وواحد حيوي صح؟ انا زارع 11 سبع 10. تمام، قارني فدان كيماوي وفدان حيوي، لو انا مزارع عايز اتعلم منك اعمل ايه؟ قول لي فدان ده كلفت كام لغايه دلوقتي والكيماوي كلفت كام؟ اعتبرها زكاة علمي يا عم صالح، ما تخبيش عن ده ما حدش يحسدك. لا 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 مفيش حاجه. قول لي كده، قول لي التكاليف، قول لي التكاليف كام؟ بالنسبه لحضرتك حضرتك تكاليف بالنسبه للحاجه بتشتري نص كام؟ بيقول النص نص نص التكاليف. تخس النص بالظبط يعني تخس النص. تمام تمام. كمان وفرنا مبيدات وهو قال وفرنا مبيدات وفرنا اسمده وفرنا لونه صحي حدود 24000 وما رشتش مبيدات خالص كيماوي. ما رشتش نهائي. تمام. انا عايزك بقى يا عم صالح نعلم المزارعين عندك في الالوبيه كده. نعم عايزين نعلم المزارعين عندك في الالوبيه يتعلموا منك الزراعه الاورجانيك. روح يا باشا من اللي عاوز ينزل. تمام تمام تمام. ربنا يخليك حاج صالح. دائما انا بتكلم فيه في كل جلسه.
تمام يا حبيبي تمام. شكرا تمام. شكرا باشمهندس صالح عبد الله من الاليوبيه. طيب دكتور هشام في عجاله كده تقريبا دلوقتي لا خلاص لسه معنا لسه معنا وقت يعني معنا 10 دقايق الحلقه النهارده بس للسماد الحيوي ان شاء الله. طيب بالنسبه لاي شغل حيوي اي او اي منتج بينتج على اساس ان هو اورجانيك طبعا بيعمل قيمه مضافه سواء للمزارع سواء للدوله. طيب الحاجات دي زي ما قلنا قبل كده ان احنا بنوفر في المدخلات زي ما الباشمهندس صالح قال ان احنا بنكلف نص الانتاج. وبرده زي ما قال برده عندك الحاج عبد الباسط ان هو تكلفته عاليه وانتاجيته لا تضاهي التكلفه اللي هو صرفها. فبيتكلم برده في حته ان المنتج ما بيغطيش التكلفه ما بيغطيش المصاريف مش عارف ايه بيه السعر قليل يعني ممكن برضو عندك في اساليب في طرق تانية كتير ان احنا نقدر نعظم من المنتج بتاعنا بدل ما يترمي ويبقى بسعر بخس لا ما نحاول نفكر في حاجات كتير اساليب جديده بالظبط يبقى له قيمه مضافه بالظبط زي موضوع ان احنا نعمل منتج حيوي ممكن ندخل في موضوع المصنعات الحيويه زي حاليا دلوقتي من حوالي 4-5 سنين تقريبا على ما اتذكر دخلنا في الطماطم المجففه حقيقي في مصنع كبير في الاقصر طبعا طن من 2 ل 3 يورو تقريبا يعني انت معايا فممكن نفكر في افكار كتير من 2 ل 3 يورو لا انا اسف الكيلو بقى من 2000 ل 3000 يورو من 2000 ل 3000 يورو تمام ده فما بالك لو انت عملت منتج اورجانيك خالي من اي مبيدات الحاجات دي كلها لازم المزارع او الفلاح لازم يتعلمها الاول ويعرف الفرق بين الاثنين وتاني حاجه يحس بالفرق ما بين الكيماوي وما بين الحيوي وده يكون يمشي خطوه لقدام يعني احنا عاوزين المزارع يعدي والمردود عليه الناحيه الاقتصاديه كسب قد ايه ودفع قد ايه وهل هيستمر فيما بعد في الزرعه اللي بعد كده ولا لا طب هيعرف الناس اللي حواليه ولا لا طب دي كلها بتبقى خبرات متراكمه من خلال النتائج اللي هو شافها من خلال الدخل الاقتصادي اللي هو حاسس بيه صحيح. من خلال المردود الصحي لان انت بتعمل زي ما بقول لك المنتج اللي هو المنتج النظيف لا المنتج الحيوي ده ليه مردود تاني من خلال ان انت الدوله بتوفر الادويه بتوفر مستشفيات بتوفر علاج بالظبط انت عندك دلوقتي في مصر اكبر مستشفى سرطان الاطفال يعني اكبر مستشفى يعني حاجه صحيح صحيح طب احنا معانا انت حضرتك اتكلمت على محصول خرشوف وهو من لا كنت عايز اقول لك على محاصيل مميزه على الفراوله جبت احصائيه العالميه لمين التوب كانتريز في انتاج البرودكشن في الفراوله الصين 4 مليون طن سنوي امريكا 1.5 مليون طن سنوي المكسيك 470 الف طن سنوي احنا ورا المكسيك احنا رابع ترتيب 464 الف طن سنوي ورانا مين بقى عمالقه في شرق اوسط تركيا بيننا وبينها 50 الف طن بس بس هم اكتر غزوه للسوق الاوروبي طبعا بيعتبروا الاوروبيين تمام لا غير الجوده جوده يا ريس الاوروبيين عايزين جوده وسعر بس صحيح دي صناعه وراها الاسبان اقل مننا ب 40 الف طن يعني ورانا اثنين منافسين شرسين ده بكلمك على حصيله السنه دي باعتراف الاوروبيين راشن فيدريشن روسيا بولندا ساوث كوريا اليابان احنا الرابع بس نرجع بقى لو عملنا شيفتنج ده انا عايز اجيب لك تقرير عام الاتحاد الاوروبي من حوالي كان في يوم 18 يناير عجبني قوي واحد بيتكلم انجليزي يعني بيقول لو مصريين نقلوا المساحه المنزرعه دي اورجانيك ياخدوا شيرد في السوق الاوروبي 64% والله بيتكلم البوتنشال في زراعه الفراوله في مصر ده نفسي انا والجماعه عندنا في ان شاء الله يا رب يعني احنا ده اللي بنتمنى احنا معانا حضرتك اتكلمت على الخرشوف ففي معانا احد فضل. المزارعين الخرشوف فضل. سامي سعد من محافظه البحيره هو احد مزارعين الخرشوف بالسماد الحيوي استاذ سامي السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت عاوزين حضرتك تتكلم عن تجربه زراعه الخرشوف بالسماد الحيوي وده طبعا باشراف من الدكتور محمد فتحي سالم وشركه ريال جرين تكنولوجي الاول بسم الله الرحمن الرحيم بنرحب بالدكتور المحترم محمد فتحي سالم ربنا يخليك يا استاذ بنرحب بالدكتور المحترم الدكتور هشام صلاح اهلا وسهلا بيك بصراحه الناس دي خلتني احب الزراعه والله اقسم بالله هي القصه بدات في الاساس خلاص لما انا كان الخرشوف عندي تعبان تابعت قناه من القنوات كانت القناه بتاعتها تجريبا وسمعت عن المنتج المحترم النوبا بلس والنوبا تيم وبعدين قلت اما نجرب التجربه دي وكنت يعني مش واثق تماما بس انا شايف النتائج على اليوتيوب وعلى القنوات محترمه وفعلا بدات اتعامل
كان عندي ناس النهارده راحوا تشوف الزرع مخصوص، النتيجه مبشره والانتاج روعه، والله روعه. حتى الفول الفول العود الواحد يا دكتور محمد انا عدد النهارده عود فيه 43 عود، تغيير ممتاز جدا جدا جدا، 43 عود تحبايه واحده ما شاء الله. والشيء الغريب الشيء الغريب ان الفول بتاعي فول يعني مش من مصدر. وبالنسبه للخرشوف كل اللي حواليا بيشتغل بالمبيدات الكيميائيه الحشريه وغيرها والمنشطات والاسمده الاساسيه، والله انا عندي الخرشوف فيه نضاره غريبه جدا، تستشعر ان هو لسه اخضر طري. الخرشوف هناك العاديه اللي هي بالكيماوي تقريبا جفت، يعني تقريبا جفت وخلاص بتودع. انا عايز اسالك سؤال يا باشمهندس سامي بعد اذنك، يعني قول لي تكاليف زراعه فدان خرشوف لغايه دلوقتي كام حيوي وكام كيماوي؟ عايز اعرف نقطه التكاليف دي تهمني قوي، الانتاج يا ريت مش ونربط دي بالانتاجيه. طيب حضرتك عايز تفاصيل ولا قول الاجمالي؟ لا على السريع بس علشان الوقت، قول اجمالي على طول عشان الوقت. احنا حسبناها امبارح في فدان ممكن يوصل ل 8000 جنيه بالازوتي والكيماوي. تمام، ده كيماوي. ده كيماوي هنفترض احنا كيماوي وكيماوي وازوتي ده مع الرقصه في ناس بتوصل 10000. تمام، الحيوي وفي ناس بتوصل ل 6000 و7 و5 لغايه 10 على فكره. الحيوي بقى كام؟ الحيوي كتير خالص مع السباك بتاعي، السباك هيكلفني زي 2000 2000 ونص لو انا حطيت 30 متر او 25 متر في الارض السمراء عندنا. مش هيتعدى ال 4500 بالكتير خالص او 4000، ده لما يبقى ايه؟ لما يكون حط المطلوب زي ما حضرتك عايز. يعني اعتبرها 50% من الكيماوي. 50% والنتيجه مضاعفه. 40% والانتاج والانتاج. الانتاج بقى؟ مضاعف ان شاء الله. يعني لو الانتاج مضاعف كاني واصل 25% من الكوست. بالظبط. تمام. شكرا جزيلا يا باشمهندس. سلم على الوالد عندك كتير، سلم على البابا كتير. حاجه صغيره عايز اقول ان ده هيفتح مجال للتصدير، لان احنا عندنا خرشوفنا بره ملوش قيمه بالرغم ان حبات الخرشوف المصريه من اجمل واجود انواع الخرشوف في العالم. لكن ملوش قيمه ليه؟ لانه في متبقيات مبيدات. احنا لو زرعنا اورجانيك يا فندم هيبقى الخرشوف بتاعنا الاول. ان شاء الله المحصول بتاعك يعني هيطلع كده، هو بيتصدر احنا هنصوره باذن الله. شكرا جزيلا يا باشمهندس. في حاجه بس اضافه سريعه. طب احنا معانا محمود من المنيا وبعد كده استاذ محمود. استاذ محمود معانا؟ شكرا، اتفضل يا دكتور. في اضافه بس سريعه عشان وقتك. بالنسبه للخرشوف احنا ثقافه الشعب المصري الخرشوف لسه ما يعني ما وصلتش، يعني على الرغم من المميزات الغذائيه والفوائد اللي فيه يعني. فهو منتج تصدير رقم واحد، فلو احنا عملناه بمواصفه جيده تكلفه قليله زي ما الاستاذ سامي قال. حضرتك طبعا خبير اصلا في التصدير يعني. تمام. فالمعلومات دي يا ريت يعني الساده المزارعين يركزوا بالظبط، بالذات ده اكبر عائد بالنسبه للمزارع. ده الاستاذ سامي ما اتكلمش في حاجه ثانيه، ان المنتج نفسه والنوعيه بتاعته عامله ازاي. هو بيقول لك احنا 25% بس ده منتج اورجانيك. صحيح. يعني اربع اضعاف. يعني انت كمان ال 25% هتقسمها على اربعه. صحيح. لان المنتج الاورجانيك دايما معروف اقل حاجه من 4-5 من 4-5 اضعاف. صحيح. وبعدين انت لو صدرت يعني تكلفه اقل بالتكاليف 25% وصدرت ممكن يكون يعني 4-5 اضعاف. أيوه. شوف المميزات يعني. شوف المميزات 25% اربع القيمه المضافه ضعف الكيماوي اربع مرات. يعني انت ضعفت المنتج او الفدان الواحد 8 مرات. صحيح. طب دكتور محمد ايه الفرق بين نوفا بلس ونوفا كي؟ لان الناس برضو حابه تعرف السؤال. كويس. نوفا بلس هو اسماد تربه، اسماد ضفره في التربه يناسب رفع بنسميها البايو دايفرستي او الكائنات السماديه، الكائنات الحيويه السماديه في ارض في تربه. النوفا كي سماد رش ورقي يناسب الفيلوسفير، ده حاجه بنسميها رايتوسفير يعني مجموع التربه، وده فيلوسفير مجموعه ميكروبات في المجموعه الخضريه، فيتعرض ليو في بتاع الشمس، يتعرض لحراره اللي هو الورق يعني، يتعرض لاظلام، صقيع، ثلج. دي ميكروبات متحمله ادابتد على كده، متاقلمه على كده. وممنوع نقول للناس دايما ممنوع تضيف ده مطرح ده، ممنوع تستخدم نوفا بلس، تستخدم رش ورقي. النوفا كي سماد ورقي بيور، وبنرش عن سامي مستخدمه في الخرشوف في عز موجات الصقيع اللي فاتت دي عشان احافظ على التسجيل بمعدل كبير قوي. الفراوله برضه عند الحاج صالح اللي كان قبل منه بنرش نوفا كي عشان معامله التسجيل. نصيحه اخيره يا دكتور المزارعين في انا في بنصح ثواني بس. بنصح المزارعين تعالوا يا جماعه لوجه الله، يعني ان انا اكل المواطن المصري الاول اكل امن،
وموضوع الفود سيفتي او الامان الغذائي ده انا بعملها حسب لله الاول يا رب. يعني الشعب ده انا عجبني مبادره الرئيس السيسي عملها من حوالي اسبوعين كده, قال رئيس الوزراء من حق المواطن الغلبان في مصر ياكل اكل اورجانيك زي المواطن الاوروبي. صحيح. فالمبادره دي انا نفسي الجيش يتبناها وزاره الزراعه تتبناها, كل الناس المحترمه في مصر, الوزارات المعنيه, شركات, جامعات اهليه, احنا برضه عايزين توجه عام للبلد للبلد. شكرا جزيلا يا دكتور. نصيحه او رساله اخيره يا دكتور في طيب سمين. هتكلم في صلب الشغل عندنا بالاضافه طبعا الدكتور محمد قال ان احنا الشعب المصري يستحق ان ياكل اكل صحي واكل نظيف, ان البرامج التسميديه بالنسبه للرش الورقي حاجه والرش والتسميد الارضي فده ليه برنامج وده ليه برنامج عشان برضو الناس ما تتلخبطش, وكمان الشجر او الاشجار لها برامج والمحاصيل والخضر لها برامج تانية يتابعوا من خلال فريق الدعم بس عشان بس ما عشان الرساله توصل صح والمردود يكون كويس ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور هشام صلاح مدير تجاري شركه رويال جرين تكنولوجي, وشكرا جزيلا دكتور محمد ربنا يخليك تعبان بيه ربنا يخليك رئيس شركه رويال جرين واستاذ الزراعه الحيويه بجامعه السادات. شكرا جزيلا لكم. كان في موضوع مهم جدا هو البايو فاكتور, لكن ان شاء الله كل حلقه نعمل له حلقه ثانيه خاصه في استفسارات كتير عليه مشاهدينا. شكرا جزيلا لكم, تابعونا كل خميس ومعكم شعبان بلال. شكرا جزيلا لكم.